وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن أكبر ثلاثة أسئلة حيرت فلاسفة الدنيا وهي تسمى الأسئلة الثلاثة الكبرى في العالم: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين نمضي؟ والفلاسفة يتيهون في الإجابة على هذه الأسئلة. أما المؤمن فقرآنه ووحي ربه أعطاه الإجابة، وقد سبق معنا في مطلع سورة البقرة جوابين على سؤالين من هذين الأسئلة، بقي سؤال ثالث اليوم جاء جوابه: لماذا نحن هنا على هذه الأرض؟ لماذا جئنا؟ الجواب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أنتوا يا جماعة، يا شباب، يا رجال، يا نساء، حياتكم جئتم على هذه الأرض من أجل عبادة الله عز وجل. وسبق أن العبادة تعاملية وشعائرية، هناك صلاة وصوم وزكاة وحج شعائر، ذكر وقراءة قرآن شعائر، وهناك عبادات تعاملية، أن تنضبط في بيعك وشرائك، زواجك وطلاقك، أخذك وعطائك بأوامر الله عز وجل، فأنت عبد لله عز وجل. لماذا نحن على هذه الأرض؟ من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلى أين نمضي؟ إذا عبدتم ربكم بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. طيب، وإذا واحد ما عبد ربه أعدت للكافرين في نار جهنم. طيب، من أين جئنا نحن؟ ما قصة بدء الخليقة؟ كيف حدث ما حدث؟ اليوم يأتي الجواب في هذه الآيات. سيذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم كيف ابتدأت الخليقة على هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يا أخوان، أول وصف للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالوحي، يؤمنون بكلام الله عز وجل، بعد أن تثبتوا من أنه كلام الله فهم يؤمنون. نحن ما يدرينا ما الذي حدث في السماوات قبل أن نكون، نحن ما يدرينا ما الذي حدث في هذه العوالم قبل أن نوجد، لكن نحن لنا رب عبدناه، ولنا نبي اتبعناه، ولنا قرآن مشينا وراءه. قرآننا ونبينا وربنا أخبرنا، قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الأرض لم تكن مسكونة بالبشر، كانت مسكونة بمخلوقات أخرى. بعض العلماء قالوا كان فيها ملائكة، بعضهم قال كان فيها جن موجود على هذه الأرض قبل أن نكون نحن جميعا، قبل أن يكون سيدنا آدم. وإذ قال ربك إني جاعل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فسرون قالوا: شو بيعرف الملائكة بأن بني آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ كيف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم ما رأوا بني آدم أصلا؟ قال المفسرون: لأنهم سلكوا فيهم سيرة من كان قبلهم، قالوا الجن كانوا على هذه الأرض وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن الملائكة نسبح بحمدك، كل وقتنا مشغول بالتسبيح بالتحميد بالتقديس لحضرتك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. صحيح أن أناسا من بني آدم سيفسدون ويسفكون الدماء، لكن هناك أناس إذا عبدوا الله عز وجل وأطاعوه وسيكونون هؤلاء خير من الملائكة. الآن أيها الإخوة، في هذه الآية فوائد جليلة جدا، وفي هذه الآية مستقبل حياتنا جميعا على هذه الأرض، وفي هذه الآية رؤيتك وهدفك ورسالتك في وجودك على هذه الأرض، وفي هذه الآية إخبار لك بمن أنت. يا شباب، من أنتم؟ الله عز وجل يخبرنا من نحن.
هل نحن قرد تحول إلى إنسان؟ هل نحن حيوانات ناطقة كما يقول المناطقة؟ هل نحن شهوات لابد أن تروى ما دمنا على هذه الأرض؟ هل نحن غرائز لابد أن يتبع كل منا غرائزه حتى يأخذ من هذه الحياة ما شاء؟ الله عز وجل يخبرك من أنت ولماذا أوجدك على هذه الأرض، بل إنه جل جلاله أخبر الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال العلماء في خليفة، إيش يعني خليفة؟ قالوا أن يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض أو من الجن في الأرض، يعني الجن ذهبوا وأنت خلفتهم، أنت خليفة. هذا واحد من المعاني. في معنى ثاني: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا الخليفة هو خليفة الله، إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. فأنتم يا شباب، أنتم يا رجال، أنتن يا أخوات، أنتن أيتها السيدات، خلفاء الله عز وجل في هذه الأرض. ما معنى أنك خليفة الله عز وجل في الأرض؟ قال تمضي أحكامه وأوامره، تمضي ما أمر وتنهى عما نهى. كل أخ بيناتكم، كل أخت، لازم يكون نصب عينيه هدفا أن يخدم دين الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا طيلة حياتك. والله إذا جعلتم من حياتكم وقفا لخدمة الدين فهذه سعادة لكم ما بعدها سعادة. ماذا نفعل؟ مطلوب منك أولا أن تنضبط أنت بشعائر هذا الدين، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. مطلوب ثانيا أن تتعلم أحكام هذا الدين لتنشره بين الناس. مطلوب ثالثا، لذلك لما بنجي بنقول بدنا نقرأ 10,000 حديث، يعني بدك تقرأ، يعني بدك تقرأ، بدك تغالب نفسك حتى تتعلم، بدك تحضر مجالس العلم من أجل أن تتعلم. مطلوب ثالثا أن تنشر هذا الخير بين الناس. ثم مهما استطعتم أن تنفعوا عباد الله عز وجل، فإن العباد عباد الله، والله عز وجل يحب من ينفعهم. والإسلام جاء والدين جاء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مهما استطعتم أن تنفعوا عباد الله عز وجل فأنتم خلفاء الله تعالى في هذه الأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لاحظ العلماء ملاحظة أن هناك جمع بين الإفساد وسفك الدماء. المفسدون يا أخوان نهايتهم أنهم يسفكون الدماء، وسافكو الدماء مفسدون. في جمع هذا البني آدم يتمادى بإفساده، يتمادى في غيه، يتمادى في فساده حتى يسفك دماء العباد. هذا هو البني آدم. أدوم من بني آدم قبل أن يخلق الخلق الملائكة قالت يا رب هؤلاء بكرة يفسدون ويسفكون الدماء. لذلك مسألة أن نمنع الفساد في الأرض وأن تمنع الفساد في الأرض، ما في أحد يقول ما دخلني، شو دخلني، شو بيخصني، هو فاسد يصطفل، ما بصير هو فاسد يصطفل، لأنه نهاية الإفساد سفك الدماء. لذلك إذا وجدت فسادا عفوا في أخيك، مرات أخوك يا أخي عم يفسد، لازم تتدخل، لازم تحكي، لازم تدعوه، لازم تأمره، لازم تنهاه. مرات ابنك عم يفسد، لازم تدعوه، لازم تأمره، لازم تنهاه، لازم تبعده، لازم تقربه. مرات جارك يفسد، مرات صديقك يفسد. طيب ما معقول يا شباب يا رجال، مرات صديق قاعد مع صديقه رفيقه، هو هذا واحد منهما يحضر في مجالس العلم ومجالس الذكر، وصاحبه أمامه أمامه يعصي الله جهارا نهارا ويفسد جهارا نهارا، يقول لك أخي يصطفل، هو عم يعصي الله ليك، عم يتواصل مع بنت يصطفل، يعني لا تحل له أنه هو في عم يتواصل مع كذا فتاة يصطفل، أخي منه لربه ما يصطفل، لأنه هذا الإفساد بدايته هنا بس نهايته يسفك الدماء، في خراب للبلاد والعباد. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب نحن الملائكة طيلة وقتنا تسبيح، تنزيه لك عن كل نقص. نسبح بحمدك يعني نسبحك ونمزج تسبيحنا بحمد، ونقدس لك، أنا بدي أفسر هالكلمة ونقف عند تفسير هذه الكلمة. ونقدس لك، قالوا نقدس
يعني ننزهك عن كل نقص ونطهر ذكرك عن كل عيب، هذا نقدس. وقالوا نقدس لك أرواحنا حتى تتجلى علينا. فالملائكة طيلة وقتها في تسبيح وتحميد حتى تطهر أرواحها وأنفسها حتى تتجلى عليها أنوار الله عز وجل وأوامر الله. هلأ مطلوب منكم جميعا يا أخوان أنه نقدس أنفسنا، كلكم قدسوا أنفسكم. كيف بدنا نقدس أنفسنا؟ التقديس والتطهير. كيف أنا بدي أطهر نفسي؟ بكثرة ذكر الله تعالى، بالابتعاد عن المحرمات. ما استطعتم أن تشتغلوا بالتسبيح افعلوا، ما استطعتم أن تشتغلوا بالتحميد افعلوا، ما استطعتم أن تشتغلوا بصلاة النافلة افعلوا. الإنسان فيه عقل وفيه شهوة، فإذا غلب عقله وقلبه وروحه على شهوته صار أحسن من الملائكة. لذلك جعله الله خليفة، الله جعلنا خليفة، ما جعل الملائكة خليفة في هذه الأرض. وإذا رمى عقله وقلبه وإيمانه واتبع شهواته فهو شر من الحيوانات. الله أعطاه عقلا ترك عقله. فتعالوا يا أخوان نجتهد في تقديس أنفسنا، ونجتهد في أن نخدم دين ربنا لنكون خلفاء الله تعالى في أرضه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.